والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ طبعا يا أصدقائي، اليوم سوف نلعب لعبة السيارات بدون انترنت، بس أنا مشغل الانترنت. بعد هي بنترك ولا بدون انترنت؟ لي سنتين من الحين لعبتها من زمان، نسيت كل شيء اللي باللعبة قبل 21 هذه. طبعا يا أصدقائي، قبل أن نحرك السيارة ونلعبها، لا تنسوا تشتركوا في القناة ولايك وشاركوا الكومنت وجرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لا تنسوا نبدأ. تشوفوا هذا الزر، نضغط عليه تشوفوا ايش بيصير. بسوي كذي، اوكي. والآن يا أصدقائي راح نبدأ نحركها. لي سنتين ما لعبتها، يمكن يعني من 2021. والحين احنا في 2023. احنا اليوم الحين في 13/4/23. يا اصدقائي والله انا سريع باللعبة، كني بصدم. اذا صدمت اصلح السيارة وايد اذا انقلبت من اللي تحت. يلا الحين بنبدأ نسرع. وي الغلط لازم نصلحها أصدقائي. خلينا نرجع وناخذ هذيك، هاي اسمها النجمة. ها بصلح سيارتي من جديد. يلا أكبر سرعة الحين ونصلح السيارة وإحنا قاعدين نمشي. أفوه، أنا بسوي غلط لازم نهدي. وي والله سرعة كبيرة يا أصدقائي، شوفوا كم درجة كبيرة. أفحط، أوه تفحيطة كبيرة يا أصدقائي، برجع أصلحها. تصليحها من هنا، وإذا انقلبت سيارة من هنا بضغط عليها عشان أصلح. شوف الحين تشوفوا صورتي صح. إي والله سرعة كبيرة. هذا مال الباص، الحين بفحط. شوفوا وش رايكم بالتفحيط؟ الحين برجع اعيدها، وش رايك؟ ونجرب. شوفوا هي بس لعبة سيارات كذي. اوه ماي جاد. اصدقائي قبل ان احرك السيارة خلي ارجع ورا بس. ايش اللي ورا؟ يلا أصدقائي، طبعا يا أصدقائي أريد أن أقول لكم شيء. طبعا يا أصدقائي بترك لكم بالوصف إن شاء الله، إذا كنت متذكر بترك لكم رابط هذه اللعبة، بترك لكم رابط لعبة مصارعة ثنتين، هذه اللعبة ورابط لعبة مصارعة، أوكي؟ أوه جاء إعلان يا أصدقائي. ولا يا أصدقائي بتخطى الإعلان، اوكي. والحين ببدا احرك. كما قلت لكم ان شاء الله اذا انا متذكر بحط لكم برابط الوصف، رابطين حق لعبة السيارة هذه، وحق وحق يا اصدقائي لعبة المصارعة بدون انترنت. اوكي يا اخي الحين وش صار بالتلفون؟ انتظروا اصدقائي الحين صلحتها. وايش فيه؟ اوكي ايش تبي؟ يبي يروح عند هذا المكان. اي وش هذا؟ والله احلى مكان، ليش ما قلت لنا وينه؟ واو شوفوا كيف صلحت سيارتي؟ صلحتها. بصلحها كل ما تخرب بصلحها، بخلي الحين تخرب للنهاية. تفحيطة كبيرة. ولا يا أصدقائي بفحط، شوفوا الحين يا أصدقائي بقفز من ديك الجهة، أوكي؟ انتظروا بس، شوفوا يا أصدقائي، شوفوا يا أصدقائي ذاك الشيء البرتقالي لهناك. شوفوا هذا الدائرة البرتقالية في تأشير شمال هناك، هذا مالت الدائرة البرتقالية. حلو أصدقائي، بروح بطلع فوق.
انا ماتت. هل انا مصلح سيارتي؟ لعبت ورا. لا هذا وين بيروح؟ خلي ليش؟ أحا كسر. خلي السيارة تدعم لما تبي. يا أخي كم مرة قاعد أغلط؟ وسرعة كبيرة. أعرف نفس الشيء إعلان. أول ما يخلص هذا العد التنازل برا. أيوة الحين وين أشرنا هذاك البرتقالي؟ ينهني. استطاع يتظر بروح لك في نجمة اشتريها بروح. ها هي. ايوه حصلت عليها تفحيط. شايفكم بالتفحيط حقي يا اصدقائي؟ حين صلحت سيارتي شغلت النور للنحلة. سرعة سرعة كبيرة. اوه ماي جاد شو يا صديقي شو سياتي بدأ او تصلح. بعيد ابي اخذ كل النجوم. ما راح اخذ ديك النجمة. بس هذه بدون التفحيط اللي بطلع عليها. شوف فيها شي لازم اجمعها. خلينا نصغي. شوف ايوه يا رب. احا كان غلط. شوف العب نقلبها تصلح كل الكسور. كسر الكسور. انا ابي اطلع برا هذا المكان لكن ما اعرف ليش ما يرضى. واو إلا يا أصدقائي نفس الشيء. أول ما يخلص هذا العد التنازل اللي هني بسويه. يعني أنا اللي بشغل الترت خربطوني دول العيال. إيه بطلع على ديك الدوارة. أوكي أوبو رجعت ورا. ريوس 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 بعيد أهو. تابعوني يا أصدقائي حتى على قناتي الثانية المصمصة هي مخصصة لماينكرافت. واو روح عند الطائرة. والله بس عشان الطائرة بس ضاعت. بس
وديك الدبورة روح لها. بس رعي أصدقائي بعليه بفحط بآخر شيء. حبيبتش أحا غلطت، أنا غلطت يا أصدقائي بذي، يعني بعيدة صح. أوكي وبعدين يا أصدقائي لما نمشي نفحط. تدركة وصلنا، أنا بفحط يا أصدقائي. شوفوا هلا والله، واو لعبة حلوة. بترك لكم الرابط على إن شاء الله على هذا على هذه اللعبة ولعبة مصارعة. أوه في نجمة فوق، في نجمة فوق يا أصدقائي، بروح أجيبها بسرعة ما عندي. يا أخي نجمة فوق ما حد يستني يروح يجيبها. أوكي ما نستني نجيبها، بس اسمع نفاحة بابا ما عندي اسمع. شوف كم سرعتي 200 سبقت بالكثير يعني. اوبا بلولا شلاك يا اصدقائي بالتبعيد. هو مش هذا، خلوها اروح اجربه. الدوار يعرف كم سنتين لما لعبتها حصلت دي الدوار. يا ربي على الاعلان يا اصدقائي، يا ربي بس. والان يا اصدقائي خلينا نجرب شيء على الدواره. ايوه 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 اوه سيارتي اتكسرت. وات 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 واو والله يا اصدقائي كانت لعبه جميله جدا. اوكي بس خليني اصدقائي بس ندور على الدوارة اخر شيء. اوكي اصدقائي الان راح نسوي الدائرة ندور بسرعة ما عندنا، بنخليه على 500. يلا سرعها شوف 400، انا قلت بوصلها 500 واح ارجع زيرو افحط عليها. ايوه بنطلع عند الطيارة وافحط. اوكي وطبعا يا اصدقائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك وشير وكومنت وجرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والى اللقاء يا اصدقائي.